نيجي للقصة الثانية المرتبطة بالأهلي رقميا. أنا دايما بحب لغة الأرقام لما أجي أقيم أو أجي أشوف مشوار مدرب أو مشوار لاعب أو مشوار فريق، بحب دايما ألجأ للغة الأرقام، لأنه ما عدا ذلك هنتفق ونختلف. في واحد ممكن يشوف اكس واي زد من اللاعبين هو الافضل في تاريخ النادي الاهلي، واحد تاني يقول لك لا هذا لا يصلح اساسا، فهتبقى الامور عليها فيها وجهات نظر. لكن لما نيجي نتكلم على الارقام، الارقام بتدي دلالات كبيره جدا وبتنور لمبات في توقيت مهم جدا. الاهلي رقميا السنه دي مع مارسيل كولر يمكن يكون الموسم الافضل للاهلي على مدار الاربع مواسم الاخيره. لو خدنا فتره ما بعد فايلر، وبما فيهم فتره فايلر، حتى خدنا فتره فايلر، فترة موسيماني، مش هحسب فترة سواريش فترة لأنه الحقيقة الراجل لم يختبر يعني، وفترة مارسيل كولر، هتشوف أنه الأهلي رقميا هو الأفضل على الإطلاق. لما أتكلم على المستوى الأفريقي أو المستوى القاري والمستوى المحلي، الحقيقة الدروبات الأهلي في الموسم الحالي يمكن تكون الأقل. في الدوري المحلي الأهلي ما خسرش ولا مباراة، وما زال طبعا احنا تأخرنا دلوقتي في الترتيب، بس لينا ست مباريات اعتقد مؤجله يصححوا الاوضاع، لانه الفرق بيننا وبين بيراميدز المتصدر مجرد نقطتين. يعني مباراه الاهلي مع الحرس الحدود اللي جايه تخليك تركب او تعدي البيراميدز وتركب صداره الجدول مره ثانيه ان شاء الله باذن الله، ما ننزلش عنها لغايه لما نحسب اللقب رسميا. محليا تفوقت على المنافسين المباشرين ليك في كل البطولات، سواء كاس مصر، سواء امام بيراميدز، سواء سوبر مصري امام الزمالك في بدايه الموسم، سواء سوبر محلي. نيجي لأفريقيا، وأفريقيا هنا بتدينا جرس إنذار. صحيح الأهلي وخصوصا في المراحل أو الأدوار الإقصائية، سواء دور تمهيدي أمام اتحاد المنستيري أو بعد كده أمام الرجا أو أمام الترجي أو أمام الوداد، لم يخسر مباراة. خليك فاكر أنه الأهلي ما خسرش ولا مباراة. اتحاد المنستيري تعادل ثم فوز في القاهرة، الرجاء مكسب في القاهرة ثم تعادل في كازابلانكا، الترجي فوز ذهابا وايابا، والوداد المغربي او الوداد البيضاوي في نهائي البطوله مكسب في القاهره وتعادل في كذا. يبقى رقميا في الادوار الاقصائيه انت اديت مستوى عالي جدا وما خسرتش ولا لقاء، بما فيهم اللقاءات اللي جمعتك بعد تاوله القاره. طيب الدروبات حصلت فين؟ الدروبات حصلت في دور المجموعات، دروب امام الهلال السوداني في السودان ودروب امام سان داونز في جنوب افريقيا، ده قاريا. عالميا دروبات اللي حصلت في بطوله كاس العالم كانت امام فلامينجو، وهي بشكل من الاشكال ممكن تكون مقبوله او منطقيه، وامام ريال مدريد وهي بالتاكيد منطقيه. يعني الطبيعي انه لو في 10 مباريات بتلعبوا بين الاهلي والريال، الاهلي يكسب مباراه او اثنين والريال يكسب 8 مثلا يعني، او يكسب الاهلي مباراه والريال يكسب 9، احسبها زي ما تحسبها، الفوارق كبيره لازم نبقى متفقين. لكن هو السؤال هنا والهدف من ورا الكلام ده ايه؟ انه ازاي يقلل الاهلي حجم الفوارق اللي موجوده بينه وبين منافسيه في المستويات الاعلى، وازاي يبعد ويوسع الفوارق اللي بينه وبين المنافسين في المستوى الادنى. يعني وانت رايح بطوله كاس العالم اللي جايه بالتاكيد يهمك تقلل الفوارق اللي بينك وبين الفرق اللي هتبقى موجوده في البطوله، عشان يكون عندك فرصه للمنافسه على تحقيق انجاز جديد، والانجاز الجديد يحتم على الاهلي الوصول لنهائي البطوله، ما لم نقع في مواجهه مانشستر سيتي عشان نبقى متفقين يعني. الفوارق في بطوله افريقيا احنا اعتقد طبعا انت النهارده بتنافس تحديدا الوداد، الترجي، سان داونز، قولا واحدا، واي حد يقول غير كده يبقى بعيد عن الامر الواقع. الوداد هو المنافس الرئيسي من وجهه نظري، الفرقه دي وصلت مربع ذهبي في 4 نسخ اخيره، خرجت قدام النادي الاهلي في قبل النهائي لما كسبناهم ذهابا وايابا في نسخه البطوله 9، النسخه اللي فزنا فيها في النهائي على الزمالك، وخرجت ايضا من الدور قبل النهائي في النسخه اللي بعدها لكن امام كايزر تشيفز، وتاهل كايزر تشيفز لمواجهه الاهلي في النهائي، ثم واجهت الاهلي في النهائي في الموسم الاخير، واجهت الاهلي في النهائي في الموسم ده. فبالتالي لازم تعتبر انه فريق الوداد هو اقوى فريق على مستوى منافسه الاهلي في قاره افريقيا، مع كامل الاحترام والتقدير لامكانيات سان داونز اللي بعتبر واحد من افضل الفرق في افريقيا اللي بتلعب كوره، لكن نتائجه ارقامه ما بتعكسش ده، لكن يظل واحد من كبار قاره افريقيا. ومش ممكن حتى لو كان في دروب او في اخفاق في موسم او اثنين بالنسبه للترجي تستبعد الترجي كواحد من اكبر انديه القاره الافريقيه، وخصوصا انه في السنوات الاخيره كان ايضا حاضر في المباريات النهائيه، بل انه حقق لقبين
قبل ما الأهلي يعني يستحوذ على ألقاب القارة الأفريقية. هل الفوارق ضاقت وانت رايح لسوبر ليج؟ لازم الأسئلة دي نجاوب عليها. هل الفوارق ضاقت وانت رايح لسوبر ليج أفريقي، وانت رايح لبطولة كأس عالم، وانت رايح لموسم على المستوى الدولي كمان؟ ما تنسوش احنا في يناير اللي جاي، يعني كمان تقريبا 6 شهور عندنا البطولة الأفريقية، في شهر 5 أو 6 اللي جاي مش عارف تحديدا، لكن عندنا أولمبياد باريس. فالموسم اللي جاي كمان موسم شاق ومرهق على اللاعبين المصريين بشكل عام، وبما انه لعيبة الأهلي هي اللعيبة اللي بتمثل قوام أساسي لمنتخبات مصر أولمبي كان أو أول، فأعتقد انه هيكون موسم في منتهى الصعوبة، يجب ان احنا ننظر ليه بشكل مختلف.